السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد من One Hour Networking. طبعا رح حاليا نحول جهازنا من جهاز عادي لراوتر، يعني بده يقوم بأعمال الراوتينج والسويتشنج. خلينا أول شيء أعمل سيرفيس كوجا خلنا نعمل ستوب مبدئيا ونلقي نظرة، او لا ما في داعي، يعني هو يعني هي المفروض بس اعمل VTYSH انتقل من لينوكس كلينوكس ك يعني كبي سي كجهاز لراوتر. فانا حاليا صرت راوتر، هنا صرت على البيئة تبعت الراوتر. بقدر احكي له شو اي بي راوت، هاي الراوتينج اللي عندي اللي بالراوت يعني الراوت تيبل، بناء عليها بيتم توجيه البيانات. الان كيف عملت هذا الاشي؟ اول شيء عملت apt-get install او الكوغا اللي احنا تكلمنا عليه، اللي هو السوفتوير تبعنا اللي بيعمل راوتينج على الجهاز. فحكيت له apt-get كوغا، حكى لي انه هو يعني اجدد نسخة موجودة على الانترنت ومن الامور هاي. بعدين انتقلت للمجلد اللي فيه، لو القيت نظرة هون طبعا بتشوفوا مجموعة من الكونفيجريشن فايل. نلقي نظرة على واحد منهم، مثلا ريب هذا المسؤول عن يعني زي كأنه داخل المحرك الرئيسي اللي هو الكوغا، اللي هو بيعمل راوتينج توجيه للبيانات. في داخله بيكون اقسام، كل قسم مسؤول عن عملية معينة. فانا هذا القسم المسؤول اللي ابدا اشوفه اللي هو تبع الريب راوتينج انفورميشن بروتوكول. طبعا كل شيء بيبدا بعلامة استفهام فهو مش مفعل. فهي مثلا هوست نيم ريد دي باسورد زيبرا، لانه هو اصلا مشروع زيبرا كان بالاول. هون وين بيعمل لوجينج على اي مكان. هون حاطين لك مثال للكونفيجريشن، مثلا هاي مثلا كيف اكسس ليست ممكن تتطبق عليه والى اخره. طبعا كيف بدي وين بلاقي هاي الاشياء؟ وين بلاقيها هاي الاشياء؟ بلاقيها بالمكان هان، يعني باجي بعمل كوبي سلاش ات يوزر شير دوك على كوغا، وبعد ما ادخل على الكوغا هون بدخل على الاكزامبلز. الاكزامبلز هذول عملت لهم بس كوبي بيرس كلياتهم لدوت، لهو المكان، يعني هذا هو المكان اللي انا فيه. يعني بدل ما اكتب سلاش اي تي سي كوغا نفس الشيء، فانا بحكي له هاي دوت، بس ينسخ لي اياهم كلياتهم. فانا شو بعمل؟ باجي هون مثلا بختار بدي اعمل كونفيجريشن للبي جي بي. كمان في شغله مهمه لازم تعرفوها اللي هي الديمونز هون. لو جيت هون فانت مثلا عامل انيبل للزيبرا، عامل انيبل للاو اس بي اف، عامل انيبل للريب، لكن انا مش عامل enable للبي جي بي نو، ومثلا مش عامل enable للاي اس اي اس. طبعا كله هذا بيئه مختبر، يعني لهم بالعاده انا بشغلهم مش كلهم. يعني هاي مثلا ديبيان، كمان هذا شيء مهم. اول شيء انك بدك تفعل في تي واي اس اتش اللي احنا فتنا عليها، ولا بدك تدخل على كل ديمون، يعني على كل مثلا تدخل على البي جي بي تعمل له كونفيجريشن لحال، بعدين ترد تشبك على الاو اس بي اف تعمل له كونفيجريشن لحال، تدخل على الاو اس بي اف 6 ديمون اللي هو تبع الاي بي فيرجن 6. طبعا هون بحكي لك كمان شغله مهمه اللي هي واتش كوغا، اللي هي بتعمل يعني بتعمل لك بتطلع لك معلومات عن الكوغا اللي هي عن يعني عن الراوتر بشكل عام. كمان في شيء اخر شيء مهم اللي هي الصلاحيات. فانت شايف هنا الصلاحيات تبعت مثلا هاي اي اس اي اس
كوغا كوغا، بينما هنا الكوغا في تي واي كوغا في تي واي هنا روت، لكن انت بهمك اللي هي مثلا هاي سي لازم تكون، انا عامل في مشكلة عندي هون فلازم اقوم بالتالي. مش مشكلة لكن ابدو ارجيكو هون، خليني اعمل cd slash koga ls dash l هون ارتب هون يعني احسن. طبعا انتو شايفين هون انه كلياتهم في عملية الروت زي ما انتو شايفين هون، هاي كلياتهم روت. فانا اللي بدي اعمله هو التالي، بدي انقل بدي احكي له ch own koga koga، واحكي له انه كلياتهم اللي بنتهوا بدوت كونف، ونقول لي اياهم حول لي اياهم دوت كونف، وكلهم اللي دوت سامبل كمان نفس الشيء. فخلينا نلقي نظرة حاليا، شايفين كلياتهم تحولوا لكوغا كوغا، هذا اللي انا لازم اشوفه. الان خلينا نعمل في اي ونشوف الديمونز، نشوف يعني هاي احنا انتم شايفين هنا هاي بتقدر تعملها ديسيبل يعني عادي، مش موضوع كثير كبير. في كمان شيء مهم هنا لازم تشوفوه اللي هو الديمونز. انا هنا طبعا مش مشغلهم كلهم، كمان نفس الشيء انا مشغل بس اللي هي الراوتينج انجن، مشغل الاو اس بي اف البروتوكول الاول، ومشغل الريب ديمون. الان نعمل ريست سيرفيس كوغا ريستارت. طيب لو الان عملنا له في تي واي اس اتش، فاحنا هون صرنا على ال شو اسمه، على ال يعني على الانترفيس الخاص بالراوتر. فلو حكيت له show ip route، هاي الراوت اللي عندي، بدي احكي له show running config، نتفرج على running config. انتو شايفين هون تقريبا ما في شيء نهائيا، خلينا نشغل شيء يعني. خلينا ندخل نحكي له configure terminal. طبعا هون احنا بنتكلم عن الكوغا، ف راوتر او اس بي اف، طبعا او راوتر او اس بي اف. فهاي طريق، هاي هي الطريقه اللي يعني احنا نعمل كونفيجريشن للاو اس بي اف على الكوغا راوترز. فاحنا على كوغا راوتر او لينوكس راوتر او جنو راوتر، سموه زي ما بدكم. طبعا هاي بالنسبة للأشياء اللي بدكم يعني تعملوها configuration. فأنت بس بتحط النتورك 172.16 مثلا، بدي أعلن بدي أشغل الراوتينج إنجن وأحكي له أريا 0، وهيك بكون أنا شغلت الـ OSPF على هاي على هذا الانترفيس. الآن بدي أدخل على يعني بدي احكي له show ip route مرة ثانية، نرجع نشوف show ip route. انتو شايفين هنا اني الان انا شايف النتورك اللي هي اللي مشبوك عليها، هاي تبعت الواي فاي، هاي تبعت او البيس ستيشن تبعنا يعني. خلنا نطلع لهنا عشان اورجيكم. هاي شايفين 2.201، خلينا نلقي نظرة هون. هاي انا شايفها، بقدر اعمل بينج ل اللي شابك عندي على الشبكه اللي هو او الموبايل المعين هذا 172.16.2، هو رقمه على الشبكه 202. هاي 102 وفعلا انا بقدر اتصل فيه. كمان هاي الانترفيس تبع الراوتر من جهه،
من جهة الأخرى يعني. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.